اليوم راح اعلمكم كيف ترسموا رسمه بتجنن بكل سهوله وحتى لو ما عندك خبره بالرسم. اول شيء راح نستخدم اللون الاحمر وراح ندهن فيه الجزء العلوي من الرسمه مثل ما انتم شايفين بهذا الشكل البسيط، وبعدين راح نستخدم اللون الابيض وراح ندهن فيه الجزء الثاني من اللوحه ليصير عندنا هذا التدرج، وبعد هيك راح نستخدم اللون الاسود وراح ندهن فيه الجزء الاخير من اللوحه، وراح نرسم بمنتصف اللون الاسود هي الشجره اللي شكلها بيشبه المثلث، وحنرسم حجاره بهي البساطه، وبعدين راح نستخدم اي شيء دائري لنرسم فيه الشمس وراح نعبيه باللون الابيض، وراح نرش الجزء العلوي باللون الابيض والرسمه خالصه. واذا بدك تحول صوتك لرسمه مرسومه بقلم رصاص راح احط لكم رابط تطبيق خرافي باول تعليق.